من ميتك يا شام، انت لسقيتي العطشان من ميتك يا شام. وردت الشام روحي في دلالك. انا شو بدك؟ طول بالك، اطلب منك طلب. طلبي شوفي. بدي زور اهلي. وليش بدك تزوريه؟ شو ليش بدي زورهم؟ هدول اهلي، يعني لازم شوفهم ويشوفوني، بعدين اشتقت لهم. لا ما في روحة. بعدين اسمعي ولا فكرية، اشتاقوا لك هن براسهم بيجوا بيزوروكي وبيطمنوا عليكي. هاي شغلة الروحة والجاية اللي عند الأهل ما بحبها بنوب، بكسر رجلك. شو فهمتي؟ فهمت ابن عمي، بس يعني بس شو؟ إلعي إلعي. الصراحة الصراحة أنا بدي روح لعندهم مشان أبعت خبر ورا الداية أم سعيد تشوفني. وليش الداية؟ من شو موجوعة؟ هلا من شويانك أنت عم تنطي الداية من قردة. صحيح كلامك ابن عمي، لأني مالي موجوعة بدي إياها تشوفني. إيه صبرا جميل وبالله المستعان. شو بدك أنت؟ ابن عمي يمكن أنا حبلة. شو حبلة؟ إيه ابن عمي يمكن حبلة، مشان هيك خليني أروح لعند أهلي ونتأكد. إيه مش كان هيك؟ أنا رح بوسطك بإيدي وبرجع بأخذك المساء، بس الله يطعمك الله يطعمك يا فكرية تكوني عم تكذبي علي. لا أعوذ بالله، شو عم بكذب؟ ماشي منروح ومنشوف. ندفسي هلا وديري مشيك هداك الناح. سقيت المي للعطشان، سقيت المي للعطشان من ميتك يا شام. وجاوبت الشام روحي في ضل عطشان. وبعد خير ساعة واقفين على الباب. يا عم هات سفرية جديدة. ايه اهلا وسهلا. يلا يلا جاي. يلا فوتي. شبكي سفرية ساعة لتفتحي باب، ما شاء الله عليك باول عمري. تفضلوا تفضلوا. يا ميت اهلين وسهلين، يا ميت اهلا وسهلين. السلام عليكم، شو رايكم؟ اهلين صغري، اهلين وسهلين. كيفك يا ميت؟ بوسيد امك بوسيد امك. يلا انا رايد عند الداية اجيب لك اياها، ما بتاخر. تفضل صغري فوق. مالي فاضي مك عمي، مالي فاضي. ان شاء الله المساء لما بدي ارجع اخذ فكرية بتفضل ان شاء الله. ايه بس تعبك كيف مشان نكسبك اكثر. ايه شو عليك تكسبوني ان شاء الله تكسبوني. بشوفك ان شاء الله. سلام عليكم. الله معك صغري، مع السلامة بتقولي. مع السلامة. ربي ما يحرمكم من بعض. ما علينا وخلاكي تجي تزورينا؟ هي لا تذكريني، والله دبلي قلبي لحتى رضي اجي هالكم ساعة ازوركم واشوفكم. ايه العمى ضربه، ليش هيك جوزك طبعه عسير؟ لا تحكي هيك شفيقة، عيب. يوه بعد كل شي عملوا فيكي وبتقلي لي عيب؟ ايه معلوم عيب، هذا صهرك وجوزي ولازم تحترميه. هلا قيمونا من سيرته انت وياها، قولي لي رح تنامي عنا اليوم؟ لك شو نام ما نام؟ ايه شو فيها يعني اذا نمتي لك عنا شي ليله؟ والله ما عم نشوفك. بدك تقبري قلبي، والله انا احب ما على قلبي. بس اذا هو مشان هالكم ساعة اجي زوركم فيها نطف لي قلبي، بدك اياه يوافق ليلة كاملة نام فيها برات البيت؟ ايه والله والله بيحلف علي يمين طلاق ما بقى اجي اشوفكم منوب. طيب شو رأيك نقول لأمك هي تحاكي جوزك؟ ايه بلكي بيخليكي تنامي عنا. صدقيني ما بيرضى جوزي وانا بعرفه. يا اختي منحاول بركي دون رضي. والله ما بعرف شو بدي لكم. انتي لا تقولي شي اختي، نحنا منحاول. طيب انتو ليش ما عم تجي تزوروني؟ انا كتير اخدة على خاطري وزعلانة منكم. ها والله يا فكرية نحنا بنتمنى نجي نزورك كل يوم، الا لأمك تحكي مع ابوكي بلكي بيسمح لنا نروح. وشو قال؟ مثل العادة ما سمح لنا، لقوا فوقها اكلت بهدلة. يا علي يا عليها شو بيكسر بخاطرها؟ شو طلبت منه لحتى يبهدلها؟ أبوكي وبتعرفيه ضد عقله نطلع من البيت. معلش يا أمو، المهم تسمعي كلام جوزك، وشو ما قلك تقلي له حاضر مشان يضر ضيانة عليكي وما يضر رافع إيده عليكي كل ساعة والتانية. يا أمو يعني شو فيها إذا الوحدة إجت عن بيت أهلها وقعدت شي ليلة؟ ما فيها شي، بس في رجال ما بيهون عليهم نسوانهم تنام عند أهلها، وصهرك رشدي واحد منه. بس والله مو حلو الرجال عسير كل هالقد، مو يا مو؟ هلا انا قديش صرني متجوزه ابوكم، بعمره ما نام ليله عند اهلي ولا خلاني نام ليله عنده. هيك طبعه وانا مشيت على طبعه. يا مو
بس الوحدة ما لها غنى عن بيت أهلها. يا بنتي المرة بس تتجوز بيت جوزها أبدا من بيت أهلها، ولما بتروح لعند جوزها بيصير جوزها كل حياتها. صحيح هي ما بتستغني عن أهلها، بس بيت جوزها وجوزها أولى. يعني يامو ما رح تقولي لصهري يخلي فكريات نام عنا؟ يامو نحن ما عم نشوفها بالشهرين مرة، وأبي ما عم يرضى نروح نزورها. والله ما بعرف، خايفة قله ما يرضى وياخد على خاطره مني. معك حق يامو، خلص لا تقلي، ما بيهون علي تكسري نفسك قله. شو تكسر نفسها؟ بضل سهرة وبمقام ابنها، وهو ما رح يرد لها مثل هيك طلب لأمك. يامو الله يوفقك قلي له. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيه يامو قلي له، والله مننبسط إذا سهرت عنا اليوم. حاضر، تكرم عيونكم وعيون فكرية، المسا بس بده يجي ياخدها بقول له، وإن شاء الله يرضى. الله لا يحرمنا منك يا أحلى أم بالدنيا كل. شو أخبار الحارة؟ هي اللي عم تسمعي. أنا ما عم بسمع شيء، بدي إياكي أنت تحكي لي. لك شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك، تقولي الحارة هاجوج وماجوج، كل واحد عم يشتغل من راسه، مو بس هيك، ولك صاير الصغير عم يتأمر على الكبير ومو شايف حدا قدامه. لا لا لا، ليش هيك صار؟ من هذا الغريب اللي فات بيناتنا وعم يشتغل بهالعباد. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو صار بالرز بحلي؟ تكرم عيني يا زهرية، هات الرز بحلي. شحني شحني جيت يا مو. بدو شو قول دو اتنين على الطبخة. حاضر يا مو. شو يا مو قومي تسطعي على ظهرك مثل ما قالت لك التاي مشان يثبت الولد ببطنك. حاضر يا عمو على راسي. قومي تكبري. يلا. سترك يا رب سترك. اسمعوا يا حارة الأصاب. هاد شو عندك أبو دين؟ مش ما تقولوا عنا غدارين أو أولاد صغار وجايين نلعب معكم. هلا شو جاي تعمل هون؟ الحاضر يعلم الغايب، نحن فايتين عليكم فوتي إلى أول ما لآخر، فياريت تجهزوا قبوركم تفتحوها. يعني يا ليش خليته يطلع من الحارة مانو محمد؟ يا طار سكوت يا ولد سكوت. ايه سكوت؟ روينا حميد لأنه ما بيستاهل لا هو ولا اللي بعته. جواتك يا بسم الله العزيز. يا سلام يا أهلين يا أبي. أهلين أهلين أبي أهلين، الله يسلم الديان. عرفانتيني اليوم جاي على بالي المجدرة شيء. ايه ابن عمي. الله يرضى عليك. ايه يا بي، قبل ما نبلش بالاكل شلونك انت وابن عمك؟ ان شاء الله رضيان عليكي. الحمد لله يا ابي تمام. ايه الله يرضى عليكي يا بنتي، بدي اياه على طول رضيان عليكي. ها هيك بدي اياكي، ما بدي مشاكل بينك وبينه ابنه. بامرك يا بي، تربايتك انا. هذا عشمي فيكي يا بنتي، اسمعي لقلي، الله يرضى عليكي. ها امتى ما حبيت تجي على البيت لهون زياره صدر البيت الك والعتبه الا، اما تجي لهون حرداني هذا الشيء ما ببل فيه بنوبه. لا شو حرداني يو، بنتي مو من هالبنات. ام سليم شو عم علك علاك؟ انا اللي عم فهمها، انت خليكي ساكتي. حاضر ابنا. مثل ما بتامرني يا ابي، كلامك على عيني وراسي، ان شاء الله ما بيصير غير اللي بدك اياه. ان شاء الله. يلا يلا سموا بالله سموا بالله برد الاكل. شو صب لك يا ابني؟ جبر بخاطرنا وطلعت حبلي. هي فكريه انت متاكده انك حبلي؟ يعني لك كل هي الدايم سعيد مخربطه ومالك حبلي؟ يا ابن عمي تفضل
متضايق ام سعيد، مستحيل تخربط فيك شغله. بعدين امي اكدت لي اني حبي. ايه ان شاء الله، وان شاء الله كمان ما تكون خلفتك مثل خلفه ابوكي، كلها بنات يعني. حرام هالحكي يا ابن عمي، صبيان ولا بنات، الخلفه مو بايدي، بايد رب العالمين وحده. بعرف وليه، بعرف سدي عليك، بس انا كمان بدي ولد ارفع فيه راسي قدام كل رجال الحاره، موت بالظي بناته وتعب عليهم يروحوا للغريب اخر شيء. ان شاء الله ابن عمي، ان شاء الله رب العالمين رح يطعمنا صبي يصير قلبك وخاطرك. ايه ان شاء الله، لانه اش كان خلفتك ما كانت كلها صبيان، رح بلحشك عن بيت اهلك وبتزوز عليكي. لا ان شاء الله، الله كريم. لنشوف فكريه، لنشوف.